نظمت وزارة الثقافة حفل توزيع الجوائز وتكريم الفائزين بمسابقة المواهب الذهبية لذوي القدرات الخاصة في دورتها السادسة والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية. تأتي المسابقة في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بذوي الهمم وإدماجهم بأنشطتها المتعددة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم ورعاية وتنمية مهارات الموهوبين من أبنائنا من ذوي الهمم. Mm-hmm.